السلام عليكم. تم البارحة وضع الحجر الأساس لانطلاق المشروع تاع تكملة الطريق الشرقي المنجمي، طريق السكك الحديدية في جزئه الأول، واللي يقع ما بين مدينة بوشكوف في ولاية القالمة إلى حدود ميناء عنابة، إذن على مسافة 54 كيلومتر. وهذا الشطر هذا اللي فيه تضاريس جد صعبة، فيه عدة منشآت وأنفاق. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذا الجزء هذا، والسلام عليكم. ينطلق المقطع الشمالي من الخط المنجمي الشرقي من ميناء عنابة شمالا إلى بوشكوف في ولاية قلمة، مقطع سيشهد مباشرة أشغال تثنية وعصرنات وتصحيح المسار على مسافة 54 كيلومتر. يتضمن هذا المشروع بناء 3 جسور كبيرة و30 منشأة فنية لتجنب تقاطع السكة الحديدية مع شبكة الطرقات، إضافة إلى حفر نفقين بطول 1850 مترا ونفق آخر مغطى بطول 750 متر، فضلا عن أشغال حفر وردم 3.9 مليون متر مكعب من الأتربة. أكلت مهام إنجاز هذا المقطع لتجمع الشركات العمومية. المشروع العملاق والذي هو في الحقيقة يشكل أحد أجزاء المشاريع المهيكلة بالنسبة للنقل في السكة الحديدية لمشاريع المجمية في الجزائر، فإضافة إلى طبعا مشروع بلاد هضبة هناك مشروع غاش بيلات كذلك، والذي يعتبر كأولويات بالنسبة للحكومة وفي بالنسبة للبرنامج سيد رئيس الجمهورية. نحن كما تحدثنا في الاجتماعات الوزارية المشتركة التي سبقت طبعا إطلاق هذا المشروع، كنا قد ألحينا على احترام أجل إنجاز، فما أعاقنا سابقا هو عدم احترام أجل إنجاز، وبالتالي فأدرجنا في كل دفاتر الشروط طريقة العمل وفق مقاربة 3 في 8 أو 10 في 2، 10 في 2 فرق متكاملة يعني تتناوب من أجل إنجاز هذه المشاريع، وحتى نكون في الأجال التي حددها طبعا المستثمر الذي هو وزارة المناجم والطاقة، ونكون في أجال دخول الإنتاج للمصنعين، مصنعي الفوسفات المدمج على مستوى كل هذه الخطوط، وبالتالي نلح دائما على احترام الأجال، نلح دائما على خلق مناصب الشغل في المناطق التي تمر عليها هذه السكك، فمنطقة بوشكوف ومنطقة الدرعان ومنطقة بسات نكلها، يعني كلها مناطق يعني يجب أن تشعر بأن هناك يعني دفع اقتصادي جديد، بأن هناك مقاربة جديدة، بأن هناك المشاريع العمومية التي كما تعلمون جميعا تبقى هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، يعني أن تبقى الطلبية العمومية هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني حاليا، أن تكون يعني هي التي تقوم بخلق مناصب الشغل وخلق الثروة، وبالتالي يجب التحسيس وأن تشعر كل الساكنة بأهمية هذه المشاريع وبأنها معنية بالدرجة الأولى بإنجاز هذه المشاريع. فنلح دائما على احترام الأجال، احترام الأجال، وأن تكون هناك متابعة دقيقة، وأن تكون هناك تقارير دورية شهرية حول مدى تقدم الإنجاز. علي الوزير.